صباح الخير. النهاردة هنعمل قوارب الكوسة باللحمة المفرومة والبشاميل. عندنا كوسة ولحمة مفرومة وهنعمل بشاميل وهنحط جبنات كده. دي كوسة، انا عندي كوسة معلش كده كبيرة شوية، حجمها ضخم يعني، فهقسمها وهبدأ اجيب السكينة واعملها زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بمعلقة افرغ القلب بتاعها. بصوا تبقى غويطة من جوه ازاي، لا ترققيها قوي ولا تبقى تخينة قوي، بحيث ان هي لما تستوي تبقى تتقطع كده بالشوكة او بالمعلقة تبقى كويسة. برصها كده على صينية فرن وافرش فيها ورقة زبدة. طبعا انت الكوسة عندك لو صغيرة ما تقسمهاش اتنين ولا حاجة، بفضي القلب بتاعها، بتبقى بصوا شكل القوارب كده بالظبط، عشان كده اسمها قوارب الكوسه. بصوا بشيل حته كده، الحته اللي تتشال دي ما ترموهاش، ممكن تعملوا بيها شوربه خضار، تستفيدوا بيها في اي اكله تانية، تعملوها كوسه مطبوخه. بقيت كلها كده قوارب، بيبقى في معلقة تانية كده مدورة صغيرة اللي هي بتاعت الحلويات دي، اللي بيتشكل بيها او بيتقطع بيها كور الفاكهة او كده، ممكن تعملي بيها برضو. تاخدوش بالكم اللي رايحين واللي جايين دول. هرش الكوسة بالزيت، ممكن تستخدمي زيت عادي مش لو ما عندكيش سبري يعني. حط شوية ملح، رشة ملح ورشة فلفل اسمر. هندخلها الفرن. الخطوة دي في ناس بتعمل الكوسة مقلية بس كده بتبقى أخف بكتير. هنبدأ بقى نعمل العصاج. طاسة على النار، أحط شوية زيت، أول ما يبدأ الزيت يسخن، أنا مش بحط البصل الأول، أنا بحط اللحمة الأول تاخد صدمة. أهو البصل أهو أنا فرماه بس مش هحطه الأول، هحط اللحمة الأول. بصوا اللحمة انا سبتها فكت خالص ونزلت بيها على الزيت، بصوا هفكك اللحمة كده من بعضها. واقلبها مع الزيت لحد ما كلها ما بقاش فيها لون احمر خالص. بصوا لون اللحمة يبدأ يتغير كده، تاخد لون السوى، ما يبقاش فيها لحمة حمرا، ما تبقاش حمرا. بصوا كده لونها كلها بقت لون واحد اهي، كلها اتغيرت. هبدأ انزل بقى بالبصلة المفرومة. ممكن في الخطوة دي تحطي فص ثوم متخرط صغنن او تكوني فرماه، بس انا ما عملتش فص ثوم فحطيت ثوم باودر، هحطه دلوقتي مع البهارات اللي هتتحط. نقلب كده البصلة تتشوح مع اللحمة. الطريقة دي حلوة جدا جدا، وتغيير عن الكوسة بقى المحشي والحاجات دي. حط ملح، فلفل اسمر، حبهان مطحون. بصي العصاق بتاعك، شوفي انت بتحطي فيه بهارات ايه وتحطي البهارات اللي انت عايزاها. ده التوم الباودر، ممكن تستبدليه بفص توم، شوية قرفة. دي البهارات بس اللي انا بحطها، انت عايز تحطي اي نوع بهارات تاني او اي بهارات انت بتفضلي طعمها حطيها. ونخلط البهارات كده، خلاص هتتلاب شوية على النار يا دوب تلتوي، وارفعها بقى وابدأ اعمل البشاميل. هي كده خلاص.
البشاميل بقى، بشاميل عادي جدا، معلقتين كبار سمنة عليهم معلقتين دقيق، يعني معلقة السمنة عليها معلقة دقيق، وبرضو حسب الكمية اللي انت هتستخدميها. انا حاطة معلقتين سمنة عليهم معلقتين دقيق بس، بسيح كده السمنة وهم معلقتين دقيق زي معلقتين السمنة بالظبط، نفس المعلقة نفس حجم المعلقة، وابدأ اقلب الدقيق لحد ما يدوب خالص مع السمنة، وابدأ اشم ريحته ويبدأ يتحمر مع السمنة. خلاص كده الدقيق بتاعي بدأت ريحته تطلع ويتحمر، بصوا لونه بقى مع السمنة كده، تعرفي ان الدقيق اتحمر. ننزل باللبن الاول، بحط شوية واقلب عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات معايا، البشاميل ما يكلكعش مني. بصوا اول حبة، وبعدين بقى احط كمية اللبن بتاعتي، طبعا ايدي فيها عشان ما تعملش اي تكتلات، لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بصوا تقلت ازاي، ده القوام اللي انا عايزاه. حطش بس غير شوية ملح وشوية فلفل كده، البشاميل خلاص. شوف بقى الصينية نطلعها من الفرن، دي الكوسة بعد ما طلعت من الفرن بقت بالشكل ده. هنيجي نجهز الصينية، هنحط بشاميل في قعر الصينية اللي انا هدخلها بقى، خلاص هسوي فيها، افرش كده طبقة بشاميل. قلتلكم ملكمش دعوة بالناس اللي راح جاية بره. وحشي الكوسة لحمة مفرومة، ممكن تحشي خضار، ممكن تعملي اللحمه المفرومه دي بالخضار او خضار بس او جبن اللي يريحك. ونحشي كده الكوسه، زي ما قلت لكم ممكن تحشوا مع اللحمة المفرومة دي خضار. كده خلصنا حشو الصينية بقت بالمنظر ده، هنحط بقى من فوق عليها البشاميل. ممكن تعملي الطريقة دي بصلصة، بدل البشاميل ده تحطي صلصة، بس تغيير، احنا كده كده بنطبخ الكوسة بصلصة فالبشاميل بتبقى احلى. انا بالنسبة لي يعني بفضل البشاميل. اكون مجهزه بقى عندي اي نوع جبن، شيدر، تركي، موتزاريلا. انا عندي دلوقتي تركي وموتزاريلا مبشورين، هحطهم على الوش هيسيحوا بقى وهيبقى طعمها بالجبنه حاجه كده. ودخلها الفرن، هي خلاص كده استوت وطلعت من الفرن. بصوا بقى الحلاوه، هي سخنة طبعا جدا لسه طالعة. بصوا عملت جنبها بقى شوية رز أبيض، عايز تعملي بشعرية، أنا عملت رز أبيض سادة. تاخدي بقى البشاميل بالكوسة.